نقطة بفارق نقطتين عن أقرب الفرق التي نجحت في أن تنجو من الهبوط، هو وادي دجلة ب 35 نقطة. الركنية اتلعبت عالية، هل هناك هدف أم تم الإبعاد؟ من على خط المرمى برأسية أحمد نوفل ما رفعش الراية، لم يقرر ولم يوضح هل هي هدف أم لا هدف. مش ممكن في مطالبة باحتساب هدف، لكن أعتقد ومع الدقيقة 16 نحن في حاجة إلى تقنية الفيديو، نحن في حاجة إلى الفي آر. هنا الكورة مرت ولا ما مرتش، عدت ولا ما عدتش، الكورة هدف بناء على رؤية مصطفى مدحت وقرار آخر من محمد محمود لطفي يؤكد على ذلك. محمد الصباحي هدف أول لسيراميكا كليوباترا مع الدقيقة 16، مع الدقيقة 16 بعد رأسية أبعدها المدافع من داخل المرمى من بعد الخط مع بطاقة صفراء يحصل عليها إبراهيم القاضي. سنتابع ونشاهد الإعادة من ركنية محمد شكري، صعود من أعلى نقطة للاعب أحمد ياسر ريان المهاجم والهداف يسجل وبرأسه بعد ما تجاوزت محمد فوزي إبعاد مؤمن عوض اللي وجد صعوبة في التعويض، وجد صعوبة في الإنقاذ، في محاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه، لكن الإنقاذ كان من داخل المرمى من بعد